لا يغرك المنظر زياد بيك، المهم الجوهر. والجوهر مثل المنظر؟ نحن من بعدك زياد بيك، شرف. اسمع مني يا ابو مروان، شرب كاس البردقان وشمع الخيط. انا بايد هيثم بهالحكي. مثل ما بتكون، بس لايمتى بدي شمع الخيط؟ لحتى ينقطع، قصدي لحتى نحن نقول لك. وين ابو زكي؟ ايه ابو مروان، روح بسرعه. ما بتتحمل اشرب الكاسه؟ اشربها بسرعه، خلصني اشربها. يلا. وعليكم السلام ورحمه الله. قولي لي شمع الخيط. ما قلت لي ابو زكي انه شلون كانوا قابلين لابو مروان بسلك الشرطه؟ قصدك جبان مو هيك؟ دخيلك ابو زكي، اطلب لي كاسه مي بارده. ايه على راسي، بجيب لك اياها براسي كمان. ها ما قلت لي ياسين شو صار بين المخرج وفتني؟ قصه طويله، منيح اللي ما تورطنا اكثر من هيك. قلتك ابصر شو كان صار بينك وبين لفتنة. تفضل اخي ياسين، وهي كاسة مي من البراد. الله يسلم الديات يا ابو زكي. رجالنا الاستاذ ياسين اتصال بقسم الاستعلامات. ابصر مين بده يعني؟ حتما الانسة فتنة طالبتك. فشرت قصدي ولو. يمكن بدها تساوي جلسة بينك وبينها وبين المخرج. ايه يمكن، لانه قرب موعد التصوير. هيثم نط على تليفون ابو زكي واتصل بليلى واستفسر لي شو الموضوع. تكرم عينك اخ ياسين. ايه فرد يا الخلقه. ايه دخيله، انا دخيله. اذا سمحتوا تعالي. تفضل. هاني سليلة، شو رأيك تعملي نداء لهيثم مدام ياسين مع ميرك؟ تكرم استاذ. الو، اهلين هيثم. الو، اهلين، الله يسلمك. شو؟ امتى وصلت؟ من شي 10 دقايق. اللي هيثم، ياسين وينه؟ يرضالي عليك بتقول له يجي على المكتب فورا، لاني جايب معي زياد بيك بشغل ضروري وصار لي حصه راعه بالمكتب. ايه شوي تاني بيكون عندك. مع السلامه. معناتها متفقين. متفقين بس على شو؟ هلا صار لي ساعه عم فهمك واتفقنا، ولساتك عم تسالني على شو؟ لا تواخذيني انسه فهميه، قصدي انسه فتنه. أنا أرقى، ما بتاخد على كلامي. شوفها، بدي إياك جدي وتشلي هالأرق من راسك. ولا يهمك، متى ما دارت العجانة قصدي الكاميرا ما عندي يا ماما ارحميني. وهلأ رح بتصل لك بياسين يأمن لك شاليه تنزل فيه. طيبوا الكروب، قصدي جماعة التصوير. لك شو بقى محمود؟ على شو اتفقنا نحن؟ لا توجع لي راسي. إيه عنا كم يوم استطلاع لأماكن التصوير. شو كمان؟ بالإضافة لغربلة انتقاء ممثلين. اسمع محمود، هلأ أنت بتنزل على الريسبشن وأنا بتصل بياسين يأمن لك الشالي، بتاخد مفتاحه من ليلى. يلا لم لي غراضة. إيه دخيلك بسرعة، حاكم حابب انزل على البحر. نقالي حالك منيح. راح انعق. لك بمين بدي اتصل أنا؟ الو ياسينو. والحمد لله واخيرا وصلنا. ولي على قامتي، تعبت كثير بس ما بقى في رجلي تكسري. دخلك استبني. مو على عيني، مو على عيني. شلوني معك؟ طولي بالك. علم على قامتي، ما بقى في. طولي بالك. دخلك هداك اللي واقف هناك. مو ابو رياح؟
بيشبهه. شو بيشبه خود شوف. برجيني. يا والله هذا ابو رياح. لك شو عامل بحاله؟ لك يمكن عم يراقب ريحانة. ها؟ لا اكيد في شيء تاني. لك شو بدك فيه هون؟ من راقب الناس ما تهمن يا شيخ. هلا انت خليكي هون وخليني انا اروح شوف شو القصة. اروح شوف انا بدي اقعد كسرت رجلي. عدل. تعال شيك. ناولني. وينك؟ عمي انا لا شفتك ولا شفتني. ماشي؟ ماشي. يلا حليق. نعمة كريم. كم اشتاع؟ ولي ولي. استاذ نشأة. رعبتني خرط مصاريني. طبعا لك ليش عم تشغل هالشغلة اللي ممنوعة؟ معلوم بدك تخرط مصارينك، ما بتعرف انه هاي فيها خربان بيت، ليش عم تشتغلها؟ الله يلعن اللي كان السبب. هلا قل لي شو بيسوى الاخضر اليوم؟ عمي لا معي اخضر ولا معي يابس، اخي كل اللي معي كم دينار جزائري وصرفتون. جزائري؟ ايه. ومن لك الجزائري يا ابو رياح؟ اخذته من هذا الاجير تبع القهوه. اه ايه عرفت القصه. ايوه. بقديش بعتهم؟ يعني 7000 ورا حط لي اياهم. اخ ولي اذا هاله خسرت. شو دخل هاله بالمصاري الجزائريه؟ إيه كنت عم اهدس فيها. يلا اخي بخاطرك. الله معك، مع السلامه. هيك اللي بيحب خربه. اظن الشعور متبادل اخي ياسين. اخي ياسين بتحب ترافقنا بجولتنا الاطلاعيه ولا لا؟ عن اذنك زياد بيك. اخي هيك شخصيه لازم نخصها بشي خص نص فيها. مثل شو ياسين؟ يعني مثلا نعمل له غدا محرز هدايا. من جهه الغدا تغدينا ونحن على الطريق. اعطينا الهدايا، هذا ما في شيء بملي عينه رجل مليان. طيب كيف بدنا نكرمه لكان؟ تعال قلنا. لا تاخذنا زياد بيك، تاخرنا عليك. لا 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 ابدا، كنت عم اطلع نظري بهندسه المكان المعماريه يا اخي. شيء حلو كثير. شوف الاستاذ ياسين حابب يحتفل فيك بغدا بشيء. قمت قلت له تعال نساله. حاكم انا بعرف انه هيك امور ما بتوقف عندنا. مظبوط مثل ما قال الاستاذ عارف. عارف؟ شو نسيت انك واعد سهرني سهره بدويه عند عرب الملك؟ اوف اوف اوف. لك وانا عم بقول لحالي على شو اتفقنا ونحن عم نتغدى. خلص لكان، اعتبروا كل شيء صار مثل ما بدكم. يعني معقولة خليكم تطرقوا مشوار منشان تتفرجوا عليهم؟ انا بجيب لك الفرقة البدوية لهون على المنتجر. فكرة حلوة، لك شلون ما اجيت ببالي؟ لكان انا ياسين. استاذ عارف خد زياد بيك وعملوا جولة استطلاعية لبيني ما انا روح اتفق مع الفرقة وارجع. عن اذنكم. لا 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 ما بدنا نعزمك اخي ياسين. استاذ زياد بيك انت يعني شو ما قدمنا لك قليل قليل. الله يخليك. على راسي. يا سيدي شرف، منين بتحب نبدا؟ من هون لما الا من هون شرف. ياسين ممكن دقيقة؟ لك وينك يا خالي، وينك لهلا؟ خير شو بدك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. شو بدك تقلي؟ لا تغلي لي قلبي احكي. خالي؟ ايه؟ بتعرف لي شي مضارب بدو قريبة من هالمنتجع؟ وليش بقى مضارب البدو؟ بتعرف في عندي ضيف عزيز وغالي عليكي وعلى الاستاذ عارف، حابب اعمل له حفلة بدوية. يا عيني عليك يا ياسين، شو انك مزوي؟ بتعرف انه انا من زمان جاي على بالي هيك حفله بدي اعزف معهم. هلا مو وقتها اللي بتعرف ولا لا؟ يا مرحوم البي، ما حدا شاطر بهيك شغله غير عيد. عيد؟ ومنو هذا عيد؟ شو بنا ياسين؟ هذا اللي ساكن بالعرزال على الشاط. وهذا شو بيعرفه بالبدو؟ هذا بيعرف بالسمك والتهريب. بس لا تنسى انه صار له كذا سنه ساكن هون، مو مثلك بلا مؤاخذة ابن مباري. مزبوط. ايدي بزنارك خالي، روح نادي له العيد مشان روح انا وياه نجيب فرقة الغجر. شو رأيك خالي؟ انت عود هون وريح حالك وانا بنط مع عيد ومنأمن لك طلبك. لا تزعل مني ابو رياح،
أنا ما عاد لسك فيك بنوب. لكان أنا ليش جاي لعندك هلا؟ منشان شو؟ منشان نعيد الثقة. أجل لي إياها هاي لبعدين. خلي الله يرضى عليك ركود جيب لي هذا عيد وأنا عم بستناكم جنب المركب يلي قدام الجسر. ولا يهمك دقيقة وبكون عندك. أوام لا تطويل. لروح استناهم من هلا. شايفت لك هاليوم يا ابو زكي ما رح ينضى على خير. وليش بقى يا سوسن؟ ما بعرف هيك احساسي. يا سوسن لا تكوني سوداويه، تفائلي بالخير شبنا. ها وهي اجى الخير. مرحبا ابو زكي. اهلين اهلين يعني سفتني. طمنينا شلون المخرج؟ ما انا جاي من شانه. خير غير رايه؟ لا ما غير رايه، بس انا جاي اشوف ياسين مشان اقانته للمخرج. بسيطه ولا يهمك. تفضلي عدي اشربي لك كاسه عصير باللي قلبك لبين ما يجي ياسين. شرفي. يلا. يا اهلا وسهلا. شبيت لبيك ابو رياح بين ايديك. رحبتني خالي. اهلين اخي عيد. اهلين اخي ياسين. قرب لعندك. قال لك خالي ابو رياح شو المطلوب؟ حبيب قلبي طلب تبعكم عندي وانا بامن لك اياه. ايه بس ما قال لي كم مطرب كم مطربه كم فرقه رقص بدكم. لك انا بقول لك بس لنوصل لمضاربهم. حلو مثل ما بتريد. شرف للروح خالي ابو رياح. ايه الله يوفقك. بدي اياك تشرف مع هيثم على استعدادات الحفله. على راسي ولا يهمك تيسر انت. يعطيكم العافيه. شرف اخي. شرف حبيبي. صدرك ابو رياح. الله معك وعلى السلامه. نقشت معنا نقشت معنا نقشت معنا. يا سلام روق يا ابو رياح روق. هلا معقوله الحكي اللي عم تحكي ابو زكي؟ انا هذا اللي حاسس فيه. مسكين هالياسين ما بيستاهل، عم يلعبوا فيه مثل الطابة. الله يستر شو مخباله. فعلا ياسين ما بيستاهل. بس بسيطة، أب مروان قدن وقدود ولا يهمك. مرحبا ألسفتي. أهلين هيثم. أهلين. شو شايفك شاردة؟ قصدي بشو عم تفكري؟ شو عم تفكري؟ أهلين هيثم. تفضل تشرب شيء. لا شكرا ابو زكي. اهلين اهلين. شو انا سفتني بشو عم تفكري؟ مين راح يجيب متور هلا وقت المتوران؟ وينك يا اخي؟ منين جبت مطور؟ مو شغلك، مو ضروري تعرف، تعبوا بس. يا بوليس يا علم يا علم. شو شفت لي هالمشروع زيادتك؟ شي حلو كتير. بس يا ضيعانه مع هذا صاحبك. شو قلت لي اسمه؟ ياسين. قديش قلت لي كلف هالمشروع؟ يا سيدي ما كلف شي. يعني إذا أمنا حق الأرض مع جناب تقدر تقول كلف له أبو 70 مليون ليرة. يا بلاش. وكل هالمصاري اندفعت من أهل حارته لياسين؟ يعني قسم كبير منها اندفع من أهل حارته، بس الباقي طرطيش من هون ومن هون. وهالأرض قديش بيطلع حقها؟ يا سيدي بتقدر تقول شي 10 ملايين. بس وينا لو مو صاحبك عارف كيف يتصرف كان كلفه بلاوي زرع. تفضل زياد بيك. شرف شرف زياد بيك. عارف شو رأيك لو ندفع لهذا صاحبك ياسين كم مليون مربح؟ بيرفع ايده عن المشروع؟ ها؟ شو بتشربه؟ كابوتشينو.
ايه اثنين كابوتشينو. يا سيدي على حد علمي انه ياسين ما بيقبل، لو بتدفع له مال قارون ما بيدخل على المشروع. وليش بقى؟ لانه مثل ما بيقول هذا حلم جده وابوه، على كل ما صار شيء بنحاول. اه لو يزبط يلي ببالي. بتعرفي انا سافتني؟ نسيتيني ليش جاي وشو بدي احكي معك؟ ايه تذكرت مشان الفيلم. هيثم اوعى تقلي انك غيرت رايك بالدور اللي عطيتك اياها. بالعكس، بس خايف هذا المخرج تبعك يغير رايه فيي بعد الفصل اللي عملناه معه اول ما وصل. لا اطمن، انا قعدت معه وفهمته عن سوء التفاهم اللي صار بيناتكم. الحمد لله، معناتها بدي صير بطل، قصدي يعني ممثل. شو بنا هيثم؟ شايفتك صدرت ولفيت اجر على اجر، طول بالك لسه ما صورت. أنا سفتني؟ شو رأيك ضلني عم بشتغل مع ياسين بالمنتجع ولا صير ممثل؟ شو رأيك باللي قلت لك يا عارف؟ شو رأيي؟ رأيي إنه ندعي لالله يتوه له رأيه لياسين ويقبل. بس هالشغلة بإيدك وما حدا بيقدر يلعبها غيرك. قلت لي بالنص؟ بالنص 50-50. معناتها بدها صفني. مرحبا أستاذ عارف. أهلين. عن إذنك زياد بيك. لك شو جابكن هلا؟ قلت لكم انا بجي براسي وبحاسبكم. شوف استاذ، لو مالي مزنوق والحاله دائره معي ما كنت اجيت لعندك. قلت لي مزنوق والحاله دائره؟ ها وهي الديانه جايين معي. بسيطه، بكره الصبح تعال لهون بكون امنت لك دفعه. بكره الصبح؟ ايه يلا الله معكم. لا تأخذني زياد بيك، طولت عليك. شو بدهم منك؟ هدول دلالي جايبين زبون مدهن بده يشتري المنتجع. معناتها العيون صارت مفتحة على المشروع. أخي عارف، إضافة للنص الإدارة لك. متأكد انه رح نلاقي طلبنا هون؟ يا ياسين، يعني لو ماني متأكد بجيبك معي لهون. امشي امشي يلا، انت الحقني وبس. تعال. يا هلا يا هلا. مرحبا عواد. مرحبا يا أخ. وجهك ولا ضو القمر؟ شكرا. الحقيقة الحقيقة يا عواد، أنا وأخي ياسين قاصدينك بخطبة. من هان ما يصير، تفضلوا على الشق. لا عمي، ما عنا وعد، شنو عنا شغل، ما هيك عيد؟ فعلا أخي عواد، مثل ما عمل لك ياسين، عنا شغل. أيوة. ياسين؟ نعم. شي حلو ومغير اسمك بعد؟ شو بتقصد؟ شو بقصد؟ أنا من يامي اسمي ياسين. ياسين يا صبحة يا صبحة هات الصيني يا بم بم بم. يا صبحة. منو هاي صبحة؟ يلي بده يصب الشاي لكاويني يا. يا صبحة. من؟ نوري؟ هذا أنت ولا الهوى جابك؟ نعمة
منين طلعت لنا هاي الصبحة؟ ياسين الموضوع حتما في التباس. ولا شلمة انت وياه، مشي قدامي وبالبلغ امشي وليش امشي. والله زمان يا نوري، انا متوكدة انك بعد طول الغياب جاي تعتذر وتستسمح. يا خانم في غلط بالموضوع عم ياسين. ها وانت بيني صدقك. هاي يا عواد ها خذوها شق تامر يا صبحة امشي. والله زمان يا نوري. رجل صلي ساعة ما دور عليك. أهلين أبو رياح. خير؟ بعتني ياسين لعندك مشان تشرف له على تجهيز المسرح مشان حفلة اليوم. هو علينا كمان اليوم بده يعمل حفلة. شو أنت بدي تربح الياسين؟ لأنه هاي الحفلة اليوم كلها رقص وفقش رقص وفقش غير كل الحفلات. حجب بقى فيها رقص وفقش. إيه هاي أنا بلغتك. إيه أخي عن اذنك انا رايح ادبر لبس بدوي. وليش اللبس البدوي؟ لانه الحفله كلها بدويه اليوم. يعني اليوم بدنا نسمع اغاني بدويه. واليوم راح تشوف خالك ابو رياح هو عم يترغل على اهل العود. ابو رياح. نعم. وبلاقي لياسين هلا طاير بقصد طاير هو وعيده عم يدوروا على فرقه نور مشان ضيفه الاستاذ زياد. مين هذا الاستاذ زياد؟ اخي ابو رياح روح انت وانا هلا بشرح للانسه فتنه مين هذا الاستاذ زياد. خاطركم الله معك. هيثم؟ نعم. مين هذا الاستاذ زياد؟ هذا الاستاذ زياد. الو مرحبا سوسن، بالله دخيلك شوفي لي الاستاذ ياسين عندي ما اجا ولا الانسه فتنه. ماشي ميرسي كثير. الو مرحبا عصام، دخيلك شفتي الاستاذ ياسين حواليك؟ ما اجى بنوبنو؟ ما شفته ولا الان سفتني؟ يعطيك العافيه باي باي. وبعدين يا انسه شو صار معي؟ صار لي ساعتين عم بستنى. لا الاستاذ ياسين مكتبه ولا الان سفتني بالشارع. ايه شو يعني؟ قصدي يعني شو لازم نعمل هلا؟ شو لازم تعمل؟ مالك غير انه تروح تقعد هنيك وتنتظر. ايه احسن من القعده هون. شو عم تساوي يا ابو مروان؟ جولة تفقدية. حلو. الليلة بدي الأمن يكون مستتبها. منيح اللي قلت لي قبل بوقت، صدقني لأعمل لك أمن غير شكل. شلون بقى غير شكل؟ ها أنا لما بيكون عندي وقت كافي بتخذ إجراءات أمنية غير شكل. أبو مروان. نعم. تعرف الدبانة؟ ما حدا ما بيعرف الدبانة. إيه ما بدي شوفها وقت الحفلة. مشي 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 مشي, مشي. لا يسلطك على حدا يا هيثم. شو عم تقول يا مروى؟ عم وحد الله. لا إله إلا الله. شوف شغلك ما جبت له صلاحيات بنوب. ايه بالله نورت مضاربنا يا نوري. صدقيني انا اسمي ياسين مو نوري. ومسمي حالك ياسين يا نوري. لسه بتقلي نوري؟ نوري جوري مش حمه والحمه. وكمان جوري. عواد يا عواد. ابشري يا اختي. قل له للي ناسي اسمه. ايش اسمه؟ ها شنو؟ نسيان اسمك؟ تريد اذكرك بيه؟ لك يا عمي انا اسمي ياسين، بعدين منين جبتولي هاي الكنية تبع جوري؟
قولوا شغلة تصدق. تفتكر يعني حنا نجذب عليك؟ تفتكر حنا نتبلك؟ لا مو هيك قصدي، قصدي يمكن عم تشبهوا فيي لهذا اللي اسمه نوري. قول لي الحين وين قضيت العشر سنين المضن؟ عشر سنين وين بدي اقضيهم؟ ببيت اهلي. وتاركني يا ظالم قاعدة لروحي وانا استنى حين تعاود. عشر سنين، عشر سنين انا بعرفك، انا بحياتي ما شفتك لك اختي. يا ولي تقول لي اختي؟ لكان شو بدي اقول لك؟ يا حيف على الرجال، قال شنو مغير اسمه وعواض ما يقولها مرتي يقولها اختي. انت تعرف اختك؟ اي بعرفها الله يرحمها. ودي لحقك فيها. ولي وينك؟ نعم. رح اتركك تراجع ضميرك وتتذكر انه صبحة اختي مرتك. لك يا عمي شو ضميري وما ضميري؟ صدقني لا بعرفها ولا بتعرفني. شو المصيبة اللي اجتني؟ يا ريتني بعتت خالي ابو رياح بدالي لهون. عن جد عم تحكي هيك صار معي؟ الله وكيلك. اي وبعدين شو صار؟ بعدين يا ستي ما انتي شوفي. لا بسم الله الرحمن الرحيم. يو ابو رياح شو اللي عامله بحاله؟ شلوني معك؟ لا بالي ما. وعلى شو ناوي ابو رياح؟ ما قلتوا لي. لا بالي ام مروان هاللبس؟ ما بشي بس مبهبت عليك شوي، ما هيك ابو رياح؟ لما بقعد بتروح البهبطة كلها. ما جاوبتني، وين الحفلة التنكرية اللي معزوم عليها اليوم؟ قال حفلة تنكرية، قال اليوم رح تشوفي جوزك شلون بده يترغل بهالعود بهالحفلة. يا سلام، حط الهود دجا عناقة ومالي على الفرقة طاقة. حط الهود دجا عناقة ومالي على الفرقة طاقة. فهمتي شي ام مروان؟ لا، ليش انتي فهمتي شي؟ يا فاهمة انتو التنتين، الحفلة مطنطنة اليوم غير شكل؟ غير شكل؟ ايه غير شكل. البحر هون حلو كتير. بتعرف لو عندي وقت كنت عملت لك هون مرفق لتأجير اليخوت وزلاجات البحر. بكرة كله بيصير، بس انت ظبطها مع ياسين. زياد بيك لا تكون متفائل كتير. ليش انت موقتة؟ قد وقدود، بس هذا ياسين مدري شلون يعني عقله صعب شوي. عارف؟ عارف؟ ايه؟ مين هالبنت الحلوة اللي قاعدة هنيك؟ هي الفنانة فتني. فتني؟ ايه فتني. قال انه فنانة مشهورة كتير، بس الكلام بسرك، بحياتي لا شفتها لا بسينما ولا بتلفزيون. ايه بس وشها مو غريب عني بنوم. خلينا نقعد على الطاولة قدامها. ايه بس ما بدنا نكمل حديث عن مشروعنا. لبعدين لبعدين، اجلوا اجلوا لبعدين. اخ على جهل الكبار ماله دبار. يا اخوي يا نوري، ما قتلت حالك عليها لتتجوزها؟ لو ايش ما تريدها؟ لك يا عمي غير لي هالقصة. قال قتلت حالي عليها، بحياتي ما شفتها. شوفها، ترى الإنكار ما رح يفيدك بشي. لك صدقني صدقني، بحياتي لا شفتها ولا شافتني، وأرضكن هاي بحياتي ما أجيت إلا، وصر لي نصيب أجيلها عن طريق أرض جدي. معناها ما بو فايدة. أخي إذا ما لك مصدق، شرف معي على المنتجع واسأل عني. أنا ياسين. من هالخيمة ما بو طلعة إلا ليصير اللي ببال أختي صبحة. وشو يلي ببال أختك صبحة؟ صار لها عشر سنين صابرة عليه. شو يلي صابرة عليه؟ عرسها. يا ويلي نوري، شبيك يا نوري؟ استاذ زياد انه سرقنا الوقت وما حسينا. عارف قد ايه صارت الساعه هلا؟ الساعه 4.
أعرف أفندي، شو أنت بدك تبدأ الحفلة؟ صحيح ذكرتيني. شو رأيك زياد بيك نروح على الشاليه نعمل لك قيلولة ونريح شوي قبل ما تبدأ الحفلة بالليل؟ حفلة؟ ألو حفلة؟ شو بلا زياد بيك، مو أنت طلبت من ياسين يجيب لك فرقة غجر لهون؟ هلا أنت اللي طلبت من ياسين هالطلب؟ عارف؟ قوم شوف ياسين وخليه يلغي الحفلة. إيه مثل ما بدك. قال حفلات قال حدا بيقعد مع القمر وبيجي على باله حفلات. منيح اللي انصرف، الأعمى شو دمه تقيل، بعدين هيك نظراته خبيثة ما بتعجبني. هلا أمينة مني واحكي لي عن حالك وأحوالك وأحوال المنتجع. دو 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 دياز حط الهوتة جعناقة وعالفرقة مالي طاقة، حط الهوتة عالناقة وعالفرقة مالي طاقة. شو أبو رياح شايفك عم تتدرب؟ إن شاء الله تجي معهم فضل بدوية. إن شاء الله. شلوني معك أيسام؟ بشو؟ لك باللبس اللي لبستك ياه. ايه بطير العقل لك، منين جايب لي ياه اللبس الحلو؟ لك عمي بيت السبع ما بيخلى من العظام. صحيح انك واحد نصاب. شو؟ واحد ابن حلال. هاي الغنية بدي خليها تبلش الغنية فيها فضة، اول ما بتبلش بتبلش فيها هي. يلا هات لشوف. يلا. حط الهوتج عالناقة وعالفرقة مالي طاقة، أيوة حط الهوتج عالناقة، أيوة في عندي أحلى منا بمليون مرة. شو ناقة وماقة؟ اسمع اسمع يا قلب. وين أستاذ عارف؟ وين؟ يعني شو من شاف أحبابه نسي أصحابه؟ أهلين أستاذ نشأت. أهلين ست هلا. أهلين فيك. إنه هالمنظوم ياسين ما عاد يبطل الحفلات، لك ما في حفلة عملها وزبطت معه. يا ستي لابد ما تنجح معه شي حفلة. عارف بيك يعني صحيح هذا زياد بيك موجود بالمنتجع؟ طبعا طبعا، مالك شايف المنتجع شلون ضاوي؟ يلا عن إذنكم. تفضل تفضل تفضل. مشوقتي؟ نعم. ومنو هذا زياد بيك؟ هذا يا ستي أشهر واحد بيشتغل بصنعة السياحة بالعالم. ايه دخلك؟ وقديش عمره؟ هاي وليش بعدين؟ لا مو مشان شي. حط الهوتة جا عالناقة، ايوه ومالي عالفرقة طاقة. حط الهوتة جا عالناقة ومالي عالفرقة طاقة، شو الهيئة الفرقة وصلوا؟ لا هذا بابا ويسم عم يتدربوا شوي. نعم. وليش لابسين اللبس؟ لأنه بابا اليوم بده يشارك مع الفرقة. طيب هيسم ليش لابس؟ وهيسم بده يقدم الحفلة، هذا كله من تخطيطي أستاذ عارفة. شي حلو. يعني هلا هيسم ما له شاطر غير بهيك. أيوة. وقفوا يا جماعة وقفوا. أيوة. قولي الأستاذ عارف، أهي أستاذ عارف. شو ما بين ياسين؟ قلبنا غليان عليه لهلا ما بين. من شان هيك نازين رقص وخلق. معناه إذا كنا نحن عم نتدرب معناته عم نرقص ودخلع. أستاذ عارف أدني مدريش عم يطنوا. من صوت أبو رياح المزعج. يا غالب يا ها هذا صوت عيده. يا ناس يا غالب. شوفي شوفي أبو رياح ياسين يا أبو رياح. شبه انخطب خطب عيده. اوعى تكون هاي لعبة من لعباتك. ها تعالوا معي لأرجيكم مين خطفوه. مين خطفوه؟ تعالوا معي تعالوا معي أنا بأرجيكم وينه. الغجر الغجر خطفوه. اجي شباب اجي شباب. لك شو في؟ لك روح هيك مو عوانك. طيب يا حبيبي شو القصة؟ يا أبو مروان ياسين خطفوه الغجر. أخ الحمد لله يلي انخطف برات المنتجع، وإلا كان البالون فيه. أبو مروان. نعم. شوفي يا جين شبه انخطف. لك اتعى لهون وين رايح؟ لك رايح شوف شو القصة شو المسألة داشرة. الخطف يعد جريمة. نشوقتي منو هذا اللي صرخ وقال انه ياسين انخطف؟ هذا واحد بحار قديم اسمه عيد. عيد؟
هذا الوش مو غريب علي. نعم، شو تفضلتي؟ لا ولا شيء، بس ما بعرف ليش لما شفته قلبي رفرف شوي. آخ. ايه صار بالطعام يا خالة؟ عم يجهز يا اخوي، عم يجهز. الحمد لله، واخيرا رجعت الفرحة للربع. يا هلا بالضيوف، يا هلا بالضيوف، يا هلا بالضيوف، يا هلا ورحب، يا هلا ورحب، تفضلوا. هلا، يا هلا بيكم. ايش تقرا يا النجمي؟ عم بقرا الفاتحة على روحي. العمى بدك شو هالحظة فينا اليوم؟ شباب زين، شو شباب؟ يعني سيارتك انظامة كمان اليوم متعطلة. قلتك مثل فرد النقل وقت العزب يقول لي شو عيده؟ لسه مطولين لنوصل؟ لا حبيبي لا، ما بقى الا نوصل. بس يا جماعة أنا سامع صوت زلغيط. لك هيا دريك عم توش. لك إيه زلغيط وده طبل كمان. إيه هذا بيكون شي عرسول بالنواحي. خلصنا يا أخونا، تحرك شوي بدنا نمشي. لك لا تعصب علي أبو رياح، شو مفكر حالك راكب سيارة؟ هف. لك يلا عمي يلا. تبلي. مرحبا يا سيد افندي. يا اهلين بالانسه فتني. شو ليش ما بلشت الحفله؟ شو ما دريتي؟ خير شوفي لهلا شايفه ما بلشت الحفله. اخ صاير مصيبه كبيره. مصيبه؟ ايه ياسين خطفوه الغجر. خطفوه؟ لك ايه، قال شو راح اجيب فرقه رقص وغني غجري وقاموا تمسكوا فيه وخطفوه. شو ناويين تساووا هلا؟ راح عارف بيك والشباب مشان يفكوا اسره. شي حلو، قصدي مسكين هالياسين ما بيستاهل. الله وكيلكم، من يوم ما فتح المنتجع لليوم وكل يوم مشكلة. بس مثل هالمشكلة أظن ما راح يصير معه أبدا. رجال طويل عريض يخطفوه برفة عين. شو نحن وين قاعدين؟ ماشي الحال، يلا عن إذنكم. مع السلامة. شرف زياد بك. بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة. نشأت؟ نعم. هلأ هذا هو زياد بيك؟ ايه نعم هذا هو. ما بو شيء صغير وحليوة. نعم؟ شو عم تقولي؟ لا لا ما قلت شيء، يا ما سمعني. يلا امشي قدامي، امشي لشوف. يلا يا اخ التغت الحفله. ليش ابو مروان؟ لك انا اجرى اللي صار في شغل رح تصير في اجرى. التغت الحفله، روح على بيتك يلا. ولي على حظي انا عملت احتياطات امنيه غير شكل، قام صار مع ياسين فصل غير شكل.
انت متاكد انه ياسين جوا؟ طبعا متاكد، انا بايدي موصله لهون. لك يا جماعه بينته في عرس جوا. لك يا جماعه يا جماعه، لك احزنوا شو شفت؟ لك شو شفت؟ ولك ياسين قاعد مع وحده عروس. شبل ابو زكي، معقوله؟ ايه معقوله، ياسين بيعملها، قصدي يمكن يعملها. بعتوا لي نشوف. لك يا جماعه، الهيئه انه جابرين ياسين عجواز وعم يجوزوه. معناتها مظبوط تفكيري. نيالو، والعمل هلا استاذ عارف؟ العمل العمل العمل، ما في قدامنا الا طريقه واحده. شو هي؟ انت وابو رياح وانا منفوت لجوا، وانتوا التيب تستنونا هون. لا 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 لا، انا بستناكم هون وانت وابو رياح بتفوتوا لجوا. بس انت لابس من لبسهم، بفكروك منهم وفيهم. انت مو لابس من لبسهم، افروح انا هون سنفت. تعال تعال معي. وقف وقف وقف، جت فكره. شو هي؟ في يا أخ لب في والحفظ والصوت ما حيلك تنام إلا هون. قوم كشك، قوم حبيبي، قوم ابتغت الحفلة ولي على عزي. قوم كأنه قاعد على قطع راسه. ايش بدك كيك ومبسوط؟ بدك تشوف العروس؟ بس لابقت له لابقت له. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا بالضيوف، تفضلوا باركوا للعرسان. يلا